برعاية وحضور وزير الأوقاف والإرشاد دكتور أحمد عطية، نظم مكتب الأوقاف بمحافظة مأرب اللقاء الأول لمؤسسات ودور ومراكز تعليم القرآن الكريم على مستوى مديريات المحافظة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد أسي. نظم مكتب الأوقاف والإرشاد اللقاء الأول لمؤسسات ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة والمديريات. وزير الأوقاف والإرشاد أكد على أهمية هذه المراكز في تخريج كوكبة من الحافظين والحافظات لكتاب الله. تدشين منتدى الحافظات في 150 حافظة. كون هذا العمل الجبار والكبير المتعلق بقطاع التحفيظ ومخرجات التحفيظ وهؤلاء الحفاظ يحصل في ظرف والبلد يمر بحرب وظرف معقد واستثنائي، هي تعتبر معجزة في اليمن. وهذا يدل على أن هذا الشعب يمرض لكنه لا يموت، والقرآن الكريم يجب أن يكون محل اهتمامنا جميعا، سواء كانت جمعيات خيرية أهلية أو جانب رسمي حكومي أو سلطات محلية، حتى نرد على هؤلاء الدجالون الحوثيون الذين يكذبون على الناس ليل ونهار بأنهم هم دعاة المسيرة القرآنية وهم حفاظ القرآن والمدافعون عنه، وكل هذه نعرفها جميعا أنها شعارات فقط. وكيل المحافظة محمد المعوضي أكد على أهمية تلك المراكز وأشاد بدور وزارة الأوقاف والإرشاد مؤكدا دعم غير السلطة المحلية لمثل هذه المراكز التي تعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع. نحن نشجع مثل هذه الاجتماعات، مثل هذا اللقاءات، وبإذن الله أن أنتم في هذا عملكم تنفعون أنفسكم بالآخرة قبل الدنيا، يعني دنيا وآخرة إن شاء الله. فالوجيهة الطيبة هذا النيرة أنه ما يجي منها إلا خير، ونحن كسلطة محلية لن نبذل جهدا مع سواء مؤسسات أو دار قرآن أو مكاتب أو ما سميت بذلك. مدير عام الأوقاف والإرشاد أشاد بدور القائمين على مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وقال بأن هذا اللقاء مثل النواة الأولى لقاءات متعددة على مستوى مديريات المحافظة. على أن نعقد اللقاء الأول لهذه المؤسسات والجمعيات والدور والمراكز على مستوى المحافظة ليسهل لنا فيما بعد المتابعة وشد يعني يشد نشد على أيدي بعض ونتعاون لإنجاح لخدمة كتاب الله تعالى. أنتم تقومون بالدور الأبرز والأكمل وتشكرون عليه وتؤجرون بإذن الله تعالى على ما تقدمونه. اللقاءات المتعددة لمكتب الأوقاف والإرشاد برعاية وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية تمت لها متن كبيرة لتفعيل مراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة والمديريات. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.